لشؤون التعليم والطلاب فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. حقيقة يوم 11 أكتوبر يوم الخميس كان يوما حزينا على جامعة سوهاج. كان بداية بعد صلاة الفجر تم الاتصال بنا بالحادث. لم نتوقع أبدا أن يكون في الحادث أي ضحايا، لكن كانت المتابعة مستمرة من إدارة الجامعة. أبنائنا تم نقلهم فعلا إلى المستشفى، لكن إرادة الله. إحنا نجتمع اليوم نؤبن ونتذكر أبنائنا الشهداء ونعزي أسرة الشهيد محمود صلاح إسلام، الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب طارق محمد بكري، وأسرة الطالب محمد أحمد صديق، كل من أعرفهم من زملائهم وأساتذتهم ورعاية الشباب، وجميعا أعرف أحدهم. كلهم يثني على هؤلاء الشباب الثلاثة خلقا ودينا وتميزا في جميع المجالات، لكنها إرادة الله. فقلوبنا تعتصر من الحزن والأسى. يمكن يوم الخميس ويوم الجمعة الجامعة اللي كان يجي الجامعة كان يحس تماما بالحزن الذي يغطي الجميع، طلابا وإداريين وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، الجميع كان في حزن شديد. شاركنا أسر الشهداء وتوافدوا علينا ورأوا فعلا بأعينهم أن الجميع هنا في حالة حزن، ويمكن جميع الجماعات اللي هم شاركونا الحزن، جماعات المصرية، لأنه أولادنا دول كانوا جايين من ملتقى مهرجان الأسر بمدينة الإسماعيلية، وكان معهم شباب في من جميع الجماعات المصرية. الجميع أرسل برقيات تعزية واتصالات تليفونية، وزي ما قال زميلنا أنه يمكن جامعة المنيا أرسلت وفد رفيع المستوى من السادة أعضاء التدريس والإداريين والعاملين والطلاب لتعزيتنا، لأنه فعلا مصابنا جلل، لكن لا نملك إلا نقول لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وندعو لأبنائنا الشهداء بالمغفرة والجزاء الحسن، ويجعل مثواهم الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله.